السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى. اتفضل. أسألك الدعاء أولا. الله يوفقنا وإياك لكل خير يا رب. اللهم آمين. سماحة الشيخ مصطفى، هو الكلام أثناء الأذان في حرمانية؟ لا، ليس في حرمانية ولا إثم. يعني في حد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله، الملائكة تلعن من تكلم أو لا حاجة؟ لا، ليس لهذا أصل. نعم، جزاك الله خير. وياك جزاك الله خير. وياكم.